المانجا صارت عربية. المانجا صارت عربية. من استديوهات MBC في دبي والرياض. صباح الخير يا عرب. يسعد صباحكم مشاهدينا. من مواضيعنا اليوم الطفل الموهوب في أي عمر نقدر نكتشف موهبته وكيف الأهل يقدروا ينموا هذه الموهبة. وفي السوشيال ميديا إيش هي الإيموجيز اللي ممنوع نستخدمها في محادثات العمل وعرس كبير يصبح ترند في الأردن. من بعد القبض على سمكري البني آدمين في مصر بنتكلم في الفقرة القانونية عن تزوير الشهادات الطبية وفتح مراكز طبية بدون ترخيص. وضمن المين ستايلينج كيف ترتدي السليكرز أو الحذاء الرياضي بأناقة. وفي حلقتنا اليوم كمان كاظم الساهر نجم أولى ليالي أمسيات خالدة في أكسبو دبي وطرح البرومو الرسمي لفيلم دينا الشربيني، التفاصيل أكيد في ستارز مع هنادي. صباح الخير مشاهدينا، صباح الويكند وصباح المشاريع الويكندية ولمة العيلة والأصدقاء والبريك بعد أسبوع طويل. ماني عارفة مين حاسس أنه هذا الأسبوع طويل زيي، بس هو فعلا أنا حسيت أنه طويل، فحلو أنه الويكند أخيرا جاء. أبغى أذكركم أنه دائما تفرحوا بالأشياء الصغيرة اللي في يومكم، وكونوا واثقين أنه الكثير من الناس يتمنوا اللي عندكم، فكونوا سعيدين باللي عندكم وقولوا الحمد لله، لكن هذا لا يمنع أنك تطمح للمزيد. نتمنى لكم أكيد يوم سعيد ويكند جميل وتقضوا معنا وقت مفيد وممتع. وجونا اليوم حيكون خميس، فخلينا نصبح على خليل. يسعد صباحك يا خليل. صباح الورد وصباح السعادة سارة، وأهلا وسهلا فيك والمشاهدين. ويعني أعتقد ما في أكبر من سعادة من الخبر اللي قلناه أمس يا سارة. أنا قايل لك من كم يوم على موضوع يعني فك قيد السفر بكل الإمارات من ضمنها، وهذا ما يهمنا. لذلك الحين أقدر أسألك متى تنورينا للرياض أول شيء وللسعودية عموما؟ أول شيء أنا ماما حتجيني إن شاء الله، بعدين أختي حتجيني، بعدين أنا أجيكم. يعني في خطة إنه روح جاي. ما ينفع معك يا سارة أبدا، يعني حتى الحين خليتهم هم اللي يجون عندك مش أنت اللي تجين. طيب إيش أسوي؟ هاني ما في ومدري مين ما في، لازم أقعد هنا شويتين بعدين أجيكم إن شاء الله. أصلاً أنتوا قريب دحين عندكم موسم الرياض، معرض الكتاب، عندكم أشياء كثيرة، فبستناها تبدأ عشان بعدين كده أجيكم. هذه المغريات موجودة عشان كذا أقول لك تعالي، بس لا 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 وقتها جايتها أكيد. يلا حتنورينا أنت وحتنورنا حتى طاقم العمل في صباح الخير يا عرب، واللي أوجه لهم تحية والمشاهدين. واليوم يمكن سارة من مواضيعنا كثيرة ومتنوعة ضمن فقرتنا القانونية، راح نتكلم عن المراكز الطبية غير المرخصة وعن الشهادات الطبية المزورة واللي ينتج عنها أخطاء طبية أحيانا تسبب مشاكل صحية ترافق المريض طوال حياته ولا يشفى منها. ودنا شاركونا بسؤال الحلقة، هل سبق وتعرضت لخطأ طبي وكيف تصرفت؟ كلمونا عن تجاربكم وإيش سويتوا لما صار معاكم خطأ طبي. ننتظر مشاركاتكم على هاشتاك صباح الخير يا عرب على تويتر. ومن مواضيعنا كمان التفاعلية اليوم، الموهبة عند الأطفال وكيف يقدروا الأهل إنهم ينموا هذه الموهبة. ودنا ترسلونا صور أو فيديوهات لمواهب أطفالكم، شاركونا فيها عبر رقم الواتساب اللي تشوفون الحين على الشاشة. ونشوف معاكم أول خبر عن اكتشاف يا سارة يعد الأول من نوعه في منطقة البحر الأحمر، لأن في فريق من الخبراء العلوم والبيئة البحرية تمكنوا في شركة البحر الأحمر للتطوير من اكتشاف